اهلا بكم مع مهند من بن حموده للسيارات 0505163525. اليوم هنعرف الفروقات الاساسيه بين السيارتين الجروف بريمير الفول اوبشن والال تي من الجروف موديل 23. واهلا بكم. سيارتنا الجديده اليوم البريمير 23 اضاءتها ال اي دي كامله، رنجات سود، مرايات فولدبل بتطوي طبعا مع فتح السياره والقفل بالريموت، ولونهم اسود طبعا، وعليها دخول زك على الابواب. تعالوا نشوفها من الداخل. تيتانيوم على المقابض، خياطة جلد باللون الأحمر، الستيرنج عليه خياطة كمان رابت عليه. طبعا عندنا هنا فتحة السقف بانوراما. شكل الرنجات مختلف ونفس القياس طبعا على البريمير والال تي. لون الرنجات بيكون كروم، المرايات بيكون نفس لون السيارة، وعليها الإشارات ثابتة طبعا ما بتتحركش عشان الفتح هنا بالريموت بدون دخول زكي على الأبواب. اللون الداخلي رمادي بخياطة أبيض، لون فضي على المقابض، الستيرنج بدون الخياطة، لون فتحة بانورامية. موديل 23 من فئة الجروف بريمير وال تي، حساسات خلفية وكاميرا خلفية، ماكينة 1.5 4 سلندر، جير سي في تي بيطلع 110 حصان، وسيارة اللتر البترول الواحد يمشي 15.9 اللتر الواحد. اتصلوا على مهند 050 516 3525 واهلا بكم.